وبعد ما خرج المصريين بالملايين في 30 يونيو و 3 يوليو للتعبير عن رأيهم، كانت لحظات الانتظار واللي وقف فيها المصريين بالملايين في الشوارع والميادين والبيوت مستنيين البيان المهم اللي طبعا تم الإعلان عنه. والفيديو اللي احنا شايفينه دلوقتي قدامنا كان متصور من ميدان التحرير، وتقريبا ده كان أكتر فيديو اتصدر الترند بيسجل اللحظة التاريخية دي. وزي ما احنا شايفين كمان كان كل الناس متجمعين قدام الشاشة العملاقة في الميدان بيستمعوا للبيان اللي ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها، ومن بعده ممثلي كل القوى الوطنية في مصر، واللي تم الإعلان فيه عن عزل محمد مرسي وتعطيل العمل بالدستور. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا. وتشتمل هذه الخارطة على الآن صاحبي اللي ماسك التليفون تعطيل العمل بالدستور بشكل